كل عام وانتم بخير، مبارك عليكم الشهر، شهر رمضان، شهر الخير والعطاء. للأسف هناك بعض الأشخاص ممن يسيء لهذا الشهر من بعض الظواهر السلبية اللي نعاني منها، اللي هي ظاهرة التسول. فنتمنى من إخواننا المواطنين والمقيمين، في حال مشاهدتك أي من هذه الظواهر أو الأشخاص اللي يقومون في هذه الظاهرة، نتمنى منك الاتصال على هاتف الأمان 112 حتى نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الظاهرة والأشخاص المسيئين لهذا البلد. نتمنى لكم السلامة وكل عام وانتم بخير.